روح شوف مع الترك أشقائك، قالوا أشقائنا الأتراك، لذي قالوا أشقائنا الأتراك. الأتراك هذو أشقائك بالنسبة للشعب الجزائري اللي ما يعرفهمش، نخلي أخ من الصحافة العربية من الإعلاميين العرب يقول لك شكوني تركيا، مع العلم أنه السيد هدايا نقطة مهمة بالنسبة للجزائر ما ذكرهاش، أنه تركيا هي البلد المسلم الوحيد والبلد اليوم نقيم مع علاقات الوحيد، يعني ده صب ضد تسجيل القضية الجزائرية في الأمم المتحدة في سنة 58. أسمع الأخ هذا وش يقول لك على تركيا. هي البلد الإسلامي الوحيد العضو في حلف شمال الأطلسي، تركيا بتاعتكم. في تركيا 26 قاعدة عسكرية تابعة لأمريكا وحلف الناتو الأطلسي. تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل وتطبع معها ومستمرة بالتطبيع معها. تركيا وإسرائيل أكثر الدول تبادلا تجاريا، 8 مليارات سنويا. السياح الإسرائيليين في تركيا 500,000 سنويا. تسمح تركيا للسائح الإسرائيلي بالدخول بدون فيزا. تركيا تمنع السائح الفلسطيني من الدخول بدون فيزا. الفلسطيني اللي معاه فلوس بيشتري عقار بيعطوه الجنسية، أما بدك تسافر لا، ما في، لازم فيزا. إسرائيلي بدون فيزا. أكبر ثاني مصنع عسكري إسرائيلي عالميا موجود في تركيا. تركيا أكثر دولة تصدر الإسمنت الذي تبنى فيه المستوطنات إلى إسرائيل. تركيا ليست في قائمة المتبرعين لدولة فلسطين ولا مليم. تركيا ثاني دولة في العالم سجنا للصحفيين. رئيس تركيا المسلم هو الوحيد الذي حصل على ميدالية الشجاعة اليهودية، أردوغان بتاعكم، ولعن أبوكم على أبو أردوغان يا كلاب. رئيس تركيا هو الوحيد الذي زار قبر ثيودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية. رئيس تركيا المسلم هو الوحيد الذي زار إسرائيل 5 مرات. تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تسمح بزواج المثليين رسمي، بروح واحد مع واحد، بفوتوا على واحد، بسجلهم أعلنكم زوجان، بروحوا بقدروا شقة وبعيشوا عادي في تركيا. تركيا الدولة الوحيدة الإسلامية التي يوجد بها شواطئ للعراة، صلخ ملخ مفاسيخ. تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمنع التعدد في القرآن، مثنى وثلاث ورباع، حق الرجل أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربع، ممنوع تدخل السجن في تركيا دولة إسلامية. تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تقنن الدعارة، تروح عندهم أو القواد بيروح بقدم طلب، أريد أن أفتح محل قوادي في إسطنبول شارع كذا، أكتب له إياه بوقع بدفع رسوم وبصير عنده دعارة قانونية. عدد بيوت الدعارة المرخصة في تركيا الإسلامية 20,000 بيت دعارة. دخل تركيا من الدعارة 4 مليارات دولار، زقوم عليهم وعلى أهلهم. عدد العاملات في بيوت الدعارة في تركيا الإسلامية 300,000 دعارة. عدد مصانع الخمور الكبرى في تركيا 265 مصنع. هكذا تعرفنا على تركيا اللي دارينها دولة شقيقة واللي يدخلها السائح الجزائري بفيزا تأشيرة، والإسرائيلي يدخل بدون تأشيرة ويقول لي بلد شقيق. ربك ما تخرطوا على التطبيع وعلى ما تطبيع، انت تقول لي لازم لك فيزا باش تدخل تركيا، والإسرائيلي يدخل بدون فيزا ويقول لي تركيا بلد شقيق.
حبسونا درك بقات الامور الاخرى تكلموا فيها بدون تعليق. ربي يقدر الخير بلادنا ويبعد عليها بنت الحرام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله اكبر، الله اكبر، هشام عفوا، هشام عفوا.